بيكي، اهلا بحضراتكم في اول فقره حواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. والحقيقه عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه متعلق بالفرحه اللي المغرب فرحنا، وكمان عن ماتش النهارده الاهلي مع غزل المحله. هنتكلم في هذه الامور مع كابتن احمد سلامه، نجم حرس الحدود السابق ونجم منتخب مصر السابق اللي دايما بنسعد بوجوده معانا وبيشرفنا دايما في 10 الصبح في الاهلي. يا صباح الخيرات. صباح الفل يا استاذ كريم. صباح الفل. صباح الهنا والنصر حقيقي، يعني حاجه امبارح قدمت محترمه جدا من منتخب عربي، مش هنقول شقيق، منتخب عربي اكيد، بالتالي كنا بنتكلم عن نفسنا، يعني حاجه اسعدتنا كلنا. بس سؤالي بقى وعايزه اجابه حقيقيه، اوكي؟ اتفضلي. صريحه، هل كنت متوقع فعلا فوز المغرب ولا كنت حاسس ان الموضوع الى حد ما في تشالنج او في صعوبه؟ بصراحه لا، هو المغرب طبعا بنبارك للمنتخب المغربي الشقيق، وزي ما حضرتك قلتي ده اكننا بنبارك لنفسنا بالظبط، يعني هو خير سفير طبعا للقاره السمراء وفي نفس الوقت للعرب، يعني ادى اداء وقبل بلاء حسن في البطوله. انا شايف ان المغرب طبعا، انا كنت متوقع ان المغرب هيوصل لاكتر من كده، يمكن على صفحتي انا الشخصيه كتبت ده ودونت ده من المباراه اللي من دور المجموعات، لما توقعت ان هو هيوصل في هيعدي للدور الثاني اللي هو دور ال 16، وتوقعت كمان ان هو هيعمل مباراه كويسه قصاد، ما كنتش اتوقع ان هو هيقابل اسبانيا او ان اسبانيا هتبقى ثاني مجموعتها، لكن توقعت ان هو هيقابل اي فريق ممكن يعمل مفاجاه، لكن ما كنتش اتخيل. توقعاتك دي كانت بناء على ايه؟ يعني شفت ايه فاطمنت وقلت لا المغرب ان شاء الله هيوصل لل 16 ويعدي كمان ال 16؟ انا لقيت ان المغرب واخدين الموضوع بجديه كبيره جدا، عندهم مجموعه لعيبه جيده، عندهم جبهات في الملعب ونص ملعب، وعندهم مدير فني على اعلى مستوى، عندهم ترجمه للفرص المتاحه بالنسبه لهم بشكل جيد. الفريق الوحيد اللي موجود في، يعني انا طبعا احنا الاداء اللي اداه طبعا المنتخب السعودي كان جيد جدا، يمكن هو في الاخر بس الدنيا ما ظبطتش معاه. طبعا باقي المنتخبات سواء تونس سواء الكاميرون سواء قطر، طبعا يمكن قطر كتنظيم كدولة نظمت على أعلى مستوى، ويمكن احنا بنستمتع بنسخة هي الأفضل على مستوى التاريخ، ولكن كفريق يمكن لم يعد الإعداد الجيد للبطولة. لكن أنا بتكلم إن المغرب، لا المغرب بيأدي أداء مختلف تماما، عقلية مختلفة جدا، تحضير مختلف جدا، نوعية اللعيبة والكواليتي بتاع اللاعب مختلف جدا. شايف انه الراجل اللي هو وليد الرجراجي ده راجل بيدير المباراه بشكل كويس، في ماتشات بتحس ان هو الفريق منطلق وبيلعب كره كويسه، واحيانا بيقفل ويلعب على المرتدات، فمفيش تراك واحد شغال عليه، شغال كل مباراه بظروفها وباحتياجاتها، فالراجل شغال بشكل جيد. الاداره الفنيه مهمه جدا جدا، ومهم جدا ان اللعيبه تؤمن بفكر المدرب، والمدرب يكون واثق في امكانيات لعيبته، فده حاصل من خلال المنتخب المغربي. حلو جدا. لا احنا شفنا حاجه محترمه بصراحه. على الصعيد الثاني، فوز البرتغال بقى برضو كان يعني غير متوقع، يعني هو كل حاجه في المونديال دي غير متوقعه، خلينا نبقى متفقين. هو مونديال المفاجآت. ده حقيقي. ده عنوان هذا النسخه او هذه النسخه، يعني لما نيجي نتكلم عن البرتغال والفوز الرائع يعني وهاي سكور والعريض. هاي سكور طبعًا. مش ممكن طبعًا. هل برضو كان متوقع ولا احنا بنتكلم ان سويسرا برضو ليست من المنتخبات اللي هي تقدر انك تستخف بيها الى حد كبير؟ بالظبط، هو يمكن انا ما كنتش اتوقع ابدا انه النتيجه تبقى بالشكل ده. انا يمكن تخيلت النتيجه ممكن تبقى 1-0 2-1 1-1 وركلات ترجيح، لكن طبعا لان البرتغال كمان يمكن في الفتره الاخيره ما بقدوش افضل اداء، هم فرقه كويسه وعندهم عناصر جيده وعندهم وتاريخ حلول وغيره. وتاريخ والكلام ده كله، ولكن مش افضل فتراتها، بالذات ان عندك كريستيانو رونالدو ما بقاش في حالته البدنيه والفنيه العاليه، ولا النفسيه اكيد بالظبط، ولا النفسيه بالظبط، يمكن مشاكله الاخيره مع نادي مانشستر يونايتد طبعا، يمكن ده برضه مؤثر، يمكن هو برضه يعني حالته البدنيه والنفسيه والذهنيه فعلا ما بقتش او الفنيه ما بقتش بنفس القيمه اللي كان عليها رونالدو قبل كده عشان يصنع الفرق مع فرقته. ولكن طبعا كان في حل امبارح اللي هو راموس اللاعب الجديد اللي لعب مكان كريستيانو، الراجل سجل 3 اهداف، والاستعداد بقى يعني مهم جدا يبقى عندك لعيبه على الدكه او على البنش بيكون قاعد مستني الفرصه.
ده حاجه مهمه جدا، ويكون واثق في امكانياته كويسه قوي، ويكون عارف ان هو هينزل يصنع الفرق. مش مهم، وحلو جدا ان المدير الفني للبرتغال ان هو يدي فرصه لحد، يمكن الناس كلها كان الاتجاه كله في اتجاه ان رونالدو، يعني ما ده هيقعد ازاي على الدكه يعني، او في حد هينزل يؤدي الاداء ده. لا، راموس لما نزل أدى أداء عالي جدا فرق جدا مع الفرقة، يمكن هو أحرز 3 أهداف. يمكن البطولة دي كمان بتصنع تاريخ لبعض الأفراد أو بعض اللاعبين، يمكن طبعا ريتشارلسون برضو الراجل بيجيب أهداف، جيرو برضو بيجيب أهداف دلوقتي وبقى الهداف التاريخي الفرنسي. هل لاحظت وجود حد؟ يعني احنا كنا بنتكلم في الأيام اللي فاتت بنقول إن غالبا النسخة دي من المونديال هي الأخيرة لكريستيانو رونالدو والميسي وليفاندوفسكي، اكيد ما دي طبيعه الاحوال، اكيد طبعًا. كل جيل بيسلم جيل، بس هل انت شفت حد عموما في اي منتخب من المنتخبات المشاركين في النسخه دي من المونديال تقدر تقول عليه انه في من ريحه ميسي، في من تاتشات كريستيانو، ممكن يكون هو ليفاندوفسكي المستقبل مثلا ايا كان المنتخب؟ طبعا انا شايف ان مبابي، طبعا مبابي على مستوى المفروغ منه، انا بكلمك على الناس اللي لسه جايه، اللي جاي يمكن انا شايف ان يعني راموس ده اللي نزل مكان كريستيانو رونالدو، ده انا شايف ان هو ممكن يبقى هداف تاريخي، يعني ممكن ينطلق الفتره اللي جايه، امكانياته عاليه جدا. يمكن الهدف الاولاني ده بيدل ان هو لعيب قيم جدا، او لعيب يعني لعيب جيد جدا، او عنده كواليتي وجوده عاليه. الراجل جاب يعني جول يعني من زاويه ضيقه جدا، مقفوله جدا، مش اي حد يقدر يحط الكره بالظبط بالشكل ده، يعني هو جسمه مش معدول، ومن منطقه او من زاويه مقفوله جدا، وعنده الثقه في نفسه وفي امكانياته ان هو يحط الكره في المكان ده، والكره راحت بصراحه فتحت المباراه بشكل جيد. خلي بالك معظم الانديه، يمكن احنا البرتغال سوري المغرب، وبنتكلم عن المغرب يمكن يعني كبلد عربي، وبنحس طبعا بالفرحه كان مصر هي اللي بتلعب المباريات دي او وصلت للتاهل ده. يمكن المغرب كمان اللي محسن من صوره او من شكل المغرب التماسك اللي ما بين اللاعبين داخل الملعب. انا شايف انه يعني الجبهه اللي فيها زياش وفيها اشرف حكيمي، والجبهه الثانيه اللي فيها بوفال وفيها مزراوي، جبهه دي يعني تشوف المباراه اللي فاتت دي مع قصاد اسبانيا بتلعب التيكي تاكا، وبتلعب المثلثات، وبتلعب الكوره في المسافات الضيقه بيعرفوا يلعبوا كويس، او في المساحات الضيقه بيعرفوا يلعبوا كويس. كانوا قافلين عليهم، الراجل قفل عليهم بشكل كويس جدا جدا، ما سابش اي مساحه خالص. كان بيرجع الباكين يرجعوا مع الهافين، يرجعوا مع الباكين يقفلوا على الوينجات، لان الوينجات في اسبانيا كانت مصدر خطوره كبيره بالظبط، وعندهم سرعات عاليه جدا، فكانوا بيقفلوا عليهم بشكل كويس. في نص الملعب كان فيهم رابط، ده لعيب جامد جدا، يعني لعيب هايل جدا، كان في الاكرت ده، وكان في اللي هو كان سايس ده، برضو 2 مساكين اقوياء جدا جدا، بيتعاملوا في الكرات العاليه بشكل كويس، وعلى الارض برضو بشكل كويس، عندهم سرعات. يمكن الاثنين اتصابوا وخرجوا من مجهود البدني اللي عملوه، عملوا مجهود بدني كبير جدا، كانوا بيغطوا ورا مزراوي وورا اشرف حكيمي كتير في الهجمات المرتده، لو كانت بتتم. يمكن الراجل اللي هو وليد رجراجي عمل حاجه كويسه قوي، انه لعب المباراه يعني قسم المباراه، يعني ما لعبش بشكل واحد طول المباراه، كان لما نزل في الشوط الثاني بدا يعمل حاجات مرتدات كويسه قوي. يمكن منتخب بعض التغييرات اللي عملها او التبديلات اللي عملها اصفرت على عن فرص جت، يمكن في الوقت الشوط الاول من الوقت الاضافي، يعني شكل خطوره وصل للمرمى، كان في فرصتين انفرادات تامه للمهاجمين المغاربه يعني، والناس راحت هناك، يمكن تباطؤ شويه، المجهود البدني قل شويه، التركيز طبعا. طب اقول لك على حاجه، سيبك من اللي فات، واللي فات ده كان حلو مش طبعًا قليل يعني طبعًا. فكرك اللي جاي ايه بقى بالنسبه لمنتخب المغرب واللقاء القادم الماتش الجاي هيبقى عامل ازاي؟ مباراه صعبه جدا جدا، يعني يمكن ممكن تكون اصعب من اسبانيا، ولا نفس المستوى نقول؟ لا انا هتكون اصعب، لان اسبانيا ما عندهاش حلول. يمكن الحلول اللي في اسبانيا، يعني اسبانيا بتلعب بتيم بمنظومه عمل، بتيم وورك، يعني بتلعب جماعي، ما عندهمش حلول فرديه بالظبط، لكن البرتغال عندهم حلول فرديه نوعا ما عن اسبانيا.
فانا شايف ان الحلول الفرديه للبرتغال ممكن تعمل خطوره، ولكن انا شايف ان الطريقه اللي بيتعامل بيها وليد رجراجي المدير الفني للبرتغال للمغرب بيعرف يقفل بشكل كويس، بيعرف يتعامل مع كل مباراه على حده. يمكن لما تبص على الفتره اللي هم لعبوها في دور المجموعات في البدايه وتبص على المباراة دي تلاقي كل مباراة بتلعب بتكتيك معين، بتلعب بنظام لعب معين، بتلعب بفلسفة معينة طبقا لظروفها وملابساتها. بالظبط هو ده، فهو الراجل بيعرف يتعامل بشكل كويس. انا اتوقع ان هي مباراة صعبة على الفريقين، مش على المغرب بس ولا على البرتغال بس، يعني صعبة على الفريقين وخارج التوقعات. انا اتمنى ان هي المغرب ان هي تكمل. المغرب لو كملت بصراحة تبقى يعني هي اللي هي عملته المشوار اللي هي عملته ده مشوار يعني طبعا فخر جامد جدا لينا كعرب وكافريقيا. لكن انا يعني اتمنى ان هم يستمروا، يعني خلي عندك الطموح. خلي بالك احنا مثلا ممكن تلاقي مثلا اللاعب اللي هو ابو بكر في نيستا، ابو بكر كان بيجي لما جاب الجول في البرازيل والراجل اشار له كارت احمر وخرج وبتاع اصفر فاصفر فخرج يعني عشان احتفل وخلع التيشيرت، فالراجل كان عادي ما عندوش مشكله يعني، حتى قال له شكرا. هو يمكن طموحه ان انا اجيب جول في البرازيل او ان انا اكسب البرازيل. ولكن انا شايف ان المغرب لا، طموحها اكبر من كده. المغرب طموح جماعي كبير بيوصل لمسافات بعيده. انا اتمنى وعندي ثقه كبيره جدا في العقليه اللي موجوده في المنتخب المغربي، بدايه من الناس اللي هي القائمه على الـ على الـ على الـ على اداره الكره او اداره الملف المنظومه هناك مرورا بقى بكل الناس الموجوده سواء الاداره الفنيه او اللاعبين او الناس كلها والاجهزه، الناس كلها عندها رغبه في ان هم يكملوا. انا اتمنى ان هم يكملوا ونتمنى وعندنا امل، لان المغرب هي اللي ادتنا الامل ده بصراحه. بالزبط. يعني احنا مع كل مباراه وكل دور بتشارك فيه المغرب بتقول يا ربنا يسهل وتعدي، واحنا متوقعين واثقين فيها، وتلاقي ان هي بيعدوا. فعلا بتعدي وبيأدوا اداء جيد. احنا بنبقى فخورين جدا. بالظبط. وعلى فكره برضو زي ما حضرتك قلت البرتغال ليست في افضل حالاتها، وفي نفس الوقت كريستيانو رونالدو نحبه او ما نحبوش برضو ليس في افضل حالاته. طبعا بحبه جدا بس هو ليس في افضل الحالات، وربما دي كلها تحسب للمغرب. فهنشوف اكيد هنتابع. بس خلينا نروح الدوحه قبل ما نكمل عشان ناخد زميلنا العزيز احمد عويس الناقد الرياضي وزميلنا طبعا في قناه الاهلي، ونعرف منه الكواليس كانت امبارح عامله ازاي طبعا، والفرحه وفكره هنا كمان العرب ومؤازرتهم للمغرب. احمد بونجور عليك، وعايزينك بقى تحكي لنا كده الاجواء امبارح تحديدا، كاننا كنا معاك موجودين في الاستاد امبارح. اتفضل. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، وصباح الخير على الكابتن احمد سلامه. الحقيقه انا يعني لحد الساعه 5 الصبح والشوارع تقريبا الناس ما اتحركتش منها. الدوحه حتى لما الشمس طلعت يعني الناس في الشارع فرحه عارمه من الاخوه المغاربه والمصريين والعرب، يعني هي فرحه العرب الحقيقه مش فرحه المغرب بس. فريق مشرف، فريق قوي، فريق قادر على فعل المستحيل. ياسين بونو حارس متألق حيزة امبارح هي بشباك نظيفة في ضربات الجزاء، ودي يعني ما بتتكررش كتير ان حارس مرمى يصد بالاربع ضربات جزاء، يعني حاجة تقترب من الإعجاز. ونتمنى ان المغرب تكمل لانه خلاص الحلم بدأ يكبر بقى، بدأنا نطمع. صح. الاول كنا بنقول ان احنا هنوصل، طب نوصل دور ال 16، ولكن بعد اداء امبارح وخروج اخراج المنتخب الاسباني واخراج المنتخب البلجيكي بدأنا نطمع ونقول طب ليه لا، لما نشوف المنتخب المغربي في السيمي فاينل طب ليه ما يبقاش الحلم العربي الكبير ونشوفه في الفاينل. يعني الموضوع بقى عدى مراحل التوقعات وبدأ يدخل مرحلة المعجزات. معجزات قوي يا عويس، يعني انت شايف ان هي تألق المغرب او صعوده ل او تأهله لربع النهائي لحد ما معجزه، ولا هم يحملوا كمان يعني زي ما بيتقال كده المؤهلات ان هي تؤهلهم لهذا المستوى، لان انت بتتكلم برضو معظم اللعيبه كلها محترفه. لا بص، على ارض الملعب هي مش معجزه خالص، هو فريق يستحق. بالظبط. لما نيجي قبل البطوله طول الوقت المنطق بينتصر، احنا شفنا من 8 مباريات اتلعبوا في دور ال 16 7 مباريات المنطق انتصر، يعني 7 مباريات المنطق انتصر. ولكن المنطق انتصر برضه لانه المغرب اول مجموعته، المغرب صعد بالظبط 7 نقط، اسبانيا صعدت ب 4 نقط. فلما نقول انه المغرب على ارض الملعب لا مش معجزه، هو قبل
قبل كاس العالم الناس كلها بتنتصر للقوى التقليديه يعني. ايوه صح. القوى التقليديه كسبت في المباريات الاولى، ولكن المغرب في اخر مباراه في المباراه قبل الاخيره في دور 16 قرر انه يعمل المفاجاه ويعمل معجزه، اول فريق عربي يوصل لدور ربع النهائي الثمانيه ربع النهائي. وبنتمنى بقى ان مباراته امام المنتخب البرتغالي يوم السبت تبقى فيها المعجزه. والحقيقه فكره انه تغيير المدرب في التوقيت الحاسم اللي عمل المنتخب المغربي وتعيين وليد الرجراجي، الحقيقه لازم نحيي عليها الاتحاد المغربي ولازم نحيي صاحب القرار، لان لو كمل وحيد خليلوزيتش ما كناش هنشوف خالص لا حكيم زياش ولا حمد الله ولا اشرف حكيمي في مستواه ولا بونو في مستواه. الحقيقه التغييره نفسها في جزء كبير قوي قوي من 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 تالق المنتخب المغربي. المنتخب المغربي ده احنا كسبناه على فكره في كاس الامم من 10 سنين وما كانش مستواه بالقوه دي، جزء منه نفسي اللي عامله المدرب المحلي وليد الرجراجي. وده يودينا اختيارات المدربين بتيجي ازاي. لازم لما تيجي تختار مدرب تختار مدرب قادر على صناعه الفارق، مش هو مش مدرب محلي وخلاص ولا مدرب اجنبي وخلاص. يبقى عارف مدرب، عارف سيكولوجيه اللعيبه وعارف ازاي يسيطر على اللعيبه وازاي يخليهم يحبوا بلدهم وازاي يخليهم يقدروا يقدموا كل اللي عندهم على الارض. حكيم زياش احد اهم نجوم الكره العربيه باعتراف الصحفيين والزملاء والاخوه المغاربه، ما اداش بالمستوى ده طوال تاريخه مع المنتخب المغربي. حكيم زياش في البطوله دي هو احد اهم نجومها على الاطلاق لحد دلوقتي. فخلينا نقول انه دور وليد الرجراجي، دور الحماس وحب البلد والغيره عليها، دي جزء كبير قوي من انتصارات المنتخب المغربي. ولو تشوف الملعب امبارح اللعيبه مع بدايه الوقت الاضافي بداوا اللياقه البدنيه تقل شويه، ولكن بالحماس ورغبه في الانتصار قدروا يكملوا لحد الاخر. ونتمنى ان احنا نشوف باقي المفاجات دي ان شاء الله على طول. نتمنى ذلك. على كل حال عويس، انا حاسه من صوتك ان انت لسه عايز تنام تاني، صح كده؟ واضح الاحتفالات امبارح كانت، وحقك بصراحه انت واخد يعني انت زي ما بتقال كده داخل الحدث، فحقك طبعا. وهنتابع كده كده معاك كالعاده يا احمد، زميلنا العزيز احمد عويس الناقد الرياضي، بنشكرك جدا. حلو ده طبعا. اللي فات بقى في المونديال حتى هذه اللحظه كان جد، لكن اللي هيبتدي ده جد الجد. جد طبعا المسائل هتصعب اكتر والماتشات هتبقى ضرب نار اكتر. من ضمن الماتشات الناريه اللي كل الناس قاعده مستنياها في دور الثمانيه اكيد انجلترا وفرنسا وكمان هولندا والارجنتين. فرؤيتك للمباراتين دول هتكون عامله ازاي؟ لا انا شايف انه المباراه، خلي بالك المباراه دلوقتي بقت ايكوال طول الوقت يعني. انت ما بتلاقيش فروقات كبيره قوي. لو صحيح. كل ما بتطلع في صحيح. الادوار اللي فوق ما بتلاقيش كله 50-50 بالظبط يعني. انا شايف ان هولندا عندها مقاومتها وعندها لعبتها وعندها السيستم اللي شغالين عليه وعندهم عوامل النجاح، وبرضه الارجنتين نفس الكلام عندهم برضه يعني عندهم الفروقات الفرديه والحلول الفرديه دي موجوده وميسي بالظبط يعني. فانا بقول انه عندهم مجموعه لعيبه كويسه جدا جدا. لما تيجي تشوف فرنسا وانجلترا طبعا يعني قوتين كبار جدا جدا. انت عندك انجلترا فرقه محترمه قوي قوي على كافراد وكمجموعه، برضو نفس الكلام برضو فرنسا نفس الشيء. عندهم امبابي وعندهم ديمبلي وعندهم يعني عندهم مجموعه لعيبه جيده جدا، وعندهم عندهم منتخب متكامل. بالظبط يعني عندهم مجموعه لعيبه تحس ان انت لا يعني. وعندهم هو مين؟ بنزيما مش معاهم؟ لا لا احنا بنتكلم على جواير او اللي هو جيرو. جيرو. وعندهم جيرو قدام برضو لعيب مهاجم مميز جدا وبيعرف يستغل الفرص دي بشكل كويس. فانا بتكلم انه انت عندك كل فريق عنده العوامل بتاعته وعنده عوامل نجاح اللي تكسبه هو، بس الاداره الفنيه اللي بتفرق يعني. انا بقى هنا في الحته دي الاداره الفنيه يعني. انا كمدير فني بشوف بقى الاسلوب اللي هلعب بيه قصاد المنافس. لازم مش لازم يبقى عندي سيستم واحد طول الوقت، انا ممكن اغير من سيستم لعبي طبعا. او طريقه لعبي في قصاد المنافس احتراما ليه، او ان انا
بضيف اضافات هجوميه اكتر لو انا حسيت المنافس مش او ان حاجه معينه استجدت تستدعي تغيير في الخطه بالظبط زي ما عمل الراجل بتاع البرتغال ده راح قعد كريستيانو وراح حاطط اللي هو راموس ده جاب له 3 اهداف وكسبه بسكور عالي جدا جدا ما كانش متوقع ده كريستيانو كان سعيد بالثلاث اهداف دول ولا كان بيغل من جواه ولا الدنيا كانت ايه ندخل في النفوس بقى يعني كريستيانو جاي عليه من كل حته ده كريستيانو لا هو كريستيانو قيمه كبيره فنيه وقيمه كبيره كنجم كبير وامتعنا تاريخ لن يمحى وتاريخ يعني. وتاريخ كبير جدا جدا واحنا ياما استمتعنا بكريستيانو لكن هي دي سنه الحياه ان انا هيجي لي وقت مش هبقى في نفس قوتي او بنفس بالظبط مش هبقى في حالتي الفنيه المعهوده عني او اللي انا معروف بيها طبيعي هيقل المستوى طبيعي هيطلع عناصر جديده دور كريستيانو هو يدعم العناصر دي بشكل كويس ويبان كبير لان هو خلي بالك لما انا اكون بنفس من حد او بغل او انا بطبيعتي البشريه ان انا حب ان انا اللي اكون موجود وانا اللي يبقى عليا الاضواء طول الوقت والسبوت طول الوقت بيجي وقت كده بتقلل منك سوري يعني ككريستيانو كنجم كبير ممكن تقلل منك لو انت يعني بتعافر لغايه اللحظه الاخيره انت لا ان انت لو اندرجت تحت المستوى ده ان انت تغل على زميلك عشان هو بيلعب وبتاع وانا ما بلعبش وانا بقيمتي ككريستيانو نجم كبير وليا جماهيريه في كل العالم وليا تاريخ كبير وبتاع الكلام ده لا بالعكس ده انا لازم اكون داعم لزميلي ده لان ده لو كان بيتحلى بتواضع الكبار لكن لا هيتحلى انا متاكد اصلا يعني استثنائية لا شويه كريستيانو عنده تواضع كريستيانو لا كريستيانو انا بحب انا بحب كريستيانو جدا انا من يعني انا من محبين كريستيانو جدا جدا وعارف ان هو يعني على المستوى اللي هو الداخلي او الانساني هو انسان جدا جدا صح. وهو لو هو يعني بيبان عليه او الكادر لما بيجي عليه وهو مثلا قاعد وزميله بيجيب جول وهو مثلا مش فرحان قوي او بتاع الكلام ده انا اتوقع ان هو يعني هو يمكن يا عالم ايه اللي بيدور في لا مش مركز في اللقطه دي او ان زميله جاب جول هو مركز في الحال اللي هو عليه دلوقتي ككريستيانو يعني انا ايه الوضع اللي انا فيه دلوقتي هو مش مشغول بزميله ان هو جاب او ما جابش او بالظروف اللي هو فيها المنتخب هو فرحان للمنتخب او لا فرحان لزميله هو اكيد في الاول اكيد فرحته هو فرحان لبلده وفرحان لزميله فرحان لكل حاجه ولكن ده بيبقى فيه الانسان لثواني صغيره كده او للحظات بسيطه بيدور بداخله الحاله اللي هو بقى عليها حاليا فاهم فحد بقيمه كريستيانو قاعد على البنش ومش موجود في حدث زي ده او يعني حتى لو لدقائق معينه او بتاع الكلام ده ياثر نفسيا عليه هو صراع داخلي ولكن انا اثق ان كريستيانو ما بيكونش بيفكر بان هو يغلى على زمايله او ان هو عايز منتخبه وما يكونش في افضل حاله لا بالعكس انا خلينا بقى ننتقل لنقطه تانية بما ان احنا تحدثنا عن فكره الاداره الفنيه الناجحه وقصه ان انت ممكن تغير اسلوب اللعب في المباراه الواحده ده شفناه لو احنا هنرجع محليا بقى للنادي الاهلي وشفنا مارسيل كولر ده الاداء بتاعه في كذا مباراه سابقه محليا كمان وافريقيا لما كان بيغير طريقه اللعب عادي وتناغم حتى مع تغيير طريقه اللعب اثناء المباراه الواحده اللي كان بيبقى بين اللعيبه هو ده يمكن برده زي ما بيتقال كي اوف سكسس او يعني مفتاح من مفاتيح نجاح مارسيل كولر مع النادي الاهلي حتى هذه اللحظه عندنا مباراه مهمه مع غزل المحله واكيد غزل المحله عايزه تحافظ على هذه الانتصارات اللي هي محققاها حتى هذه اللحظه واكيد النادي الاهلي عايز يحافظ على الصداره فبتشوف برده مجريات النهارده المباراه ازاي هي مباراه صعبه طبعا يعني النادي الاهلي بيلعب طول الوقت على المركز الاول وعلى حظ البطولات وده بيكون ضغط في حد ذاته على الجهاز الفني وعلى اللعيبه واكيد طبعا المحله راجع مثلا من انتصارين وتعادل يمكن هو كسب اسوان كسب الاسماعيلي كسب بالظبط وكسب الاتحاد السكندري اخر حاجه 2-0 معاهم مدرب جيد جدا ومعاهم لعيبه بتادي وبتلعب بروح عاليه جدا وعنده اكتر من مفتاح لعب يمكن هو يعني المحله فرقه جيده الموسم ده شايفهم بيأدوا اداء كويس ولكن طبعا النادي الاهلي بخبراته الكبيره وتاريخه الكبير اتوقع ان هو يعني وطبعا معاه مدرب شاطر جدا يمكن المدرب ده في الفتره اللي هم كانوا بيستقطبوه لسه او بيتفقوا معاه وبتاع كنت انا يعني متفائل بيه جدا ان هو هيأدي اداء كويس مع النادي الاهلي
بالفعل هو بيأدي أداء كويس، هو طبعا يعني واخد الفول مارك يعني أو العلامة الكاملة بالظبط مع الفريق. بالمناسبة يعني نقدر نقول إن هو في ضوء اللي شفناه من النادي الأهلي تحت مظلته أو تحت قيادته، نقدر نقول إن هو قدر بسرعة شديدة إنه يتعرف على قدرات وإمكانيات ومميزات كل لاعب على حدة، وبالتالي عرف يوظفهم، بدليل ان احنا شفنا اداء مرضي ونتيجه مرضيه طبعا سو فار حتى هذه اللحظه. طبعا طبعا يعني انا شايف انه الاهلي بيأدي اداء جيد جدا، في تماسك جيد جدا كمنظومه لعب. يعني انا يمكن الاهلي كان ممكن بيجيب بس بيدخل في اهداف، كان ممكن بيقفل بس ما بيجيبش، كان يعني بيبقى في قصور بالظبط، يعني كان بيبقى في قصور في بعض الجوانب. ولكن انا شايف ان الراجل ده يعني مثلا لما بتبقى خسران 1-0 مثلا من طلاع الجيش ايا كان الهدف اللي جه، لكن بتعوض ده ب2-1، هي دي شخصيه المدير الفني اللي بيفرضها على لعيبته وشخصيه النادي الاهلي كقلعه كبيره يعني. فانا شايف انه لا، النادي الاهلي او الراجل المدير الفني بيعرف يدير بشكل كويس، وهو انا يعني اثق ويمكن هو كمان يعني كنت بقول ان الراجل ده هيبقى من ضمن المدربين الكبار اللي هيسيب بصمه وهيسيب بطولات كبيره جدا جدا للنادي الاهلي. يعني انا هيحصل على بطولات كتيره جدا في عصره او في عهده، فانا شايف ان هو مدرب كبير جدا. يمكن اولها بطوله السوبر، يعني الراجل قدر يكسب بطوله السوبر وبتاع الكلام ده، ولسه في بطولات جايه كتير. انا شايف ان هو على المستوى الدفاعي والهجومي والاستحواذ، الراجل بيعمل الثلاث حاجات بشكل جيد جدا، بيعرف يقفل دفاعاته بشكل كويس، بيعرف يستحوذ على الكره بشكل طب كويس. طب احنا هنلعب النهارده ايه؟ بيعرف يهاجم النهارده، هنهاجم ولا هنلعب لعب مقفول ولا هجمات مرتده؟ بتشوف يعني من ناحيه الاهلي ومن ناحيه غزل المحله. طيب انا بشوف ان الاهلي هيلعب بتوازن، بمعنى ان هو ما ينفعش اروح اهاجم بكل خطوطي واسيب دفاعاتي وانا عندي اصلا واسيب دفاعاتي متاحه للخصم، والخصم اصلا عنده نوعيه اللعيبه اللي بتعرف تترجم او بتعرف تكون خطره او بتعرف تستغل المساحات الواسعه كنادي المحله او كنادي غزل المحله. هيلعب بتوازن شديد جدا، هيعمل الدور الدفاعي بشكل جيد، وهيلعب الدور الهجومي بشكل جيد، وهيعمل انا شايف ان هو هيلعب على الاستحواذ اكتر، ان هو ما يسيبش الكوره لغزل المحله. وده طبيعي لان النادي الاهلي هو اللي يملك اللعيبه اللي عندها الاوبشنز، عندها الامكانيات وعندها القدرات الاعلى. يعني يمكن غزل المحله في تكتيك معين بيعملوه، هو يمكن اهدافهم بتيجي معظمها من كرات ثابته، من كورنرز او من فاولات على ال 18 بيعرفوا يحطوها عندهم. احمد الشيخ ده مميز، ويمكن هو هداف الدوري يعني حاليا، جاب ما اعرفش 7 اهداف او حاجه زي كده، معظمهم من كرات ثابته بيعرف يأديها بشكل كويس. فهو الاهلي هيلعب بطريقه فيها توازن، فيها استحواذ، الهدف المبكر هيفرق قوي مع الاهلي، هيفتح له الجيم بشكل كويس. طبعا نادي غزل المحله هيلعب اكيد بشكل دفاعي اكتر، هيعتمد على المرتدات، هيسيب الكره النادي الاهلي، وده مش بارادته، لان النادي الاهلي هو زي ما قلنا هو اللي بيملك اللعيبه اللي تقدر تدور الكره بشكل كويس او تستحوذ بشكل كويس. هي مباراه كبيره، مباراه مهمه جدا للفريقين، مهمه اكتر للنادي الاهلي. المحله يمكن الطموح بتاعه انه يبقى في بوزيشن كويس في الجدول، لكن الاهلي الطموح بتاعه ان هو يكون رقم واحد. فده بيدي عليه ضغوط اكتر، بيخلي اللعيبه يمكن برونو سافيو الراجل واخد افضل لاعب المباراه اللي فاتت او راجل المباراه، ولادائه اللي هو التكتيكي اكتر منه، يعني يمكن هو عمل الكره اللي جه منها الهدف، ولكن الراجل ده انا بحس ان هو لاعب تكتيكي على اعلى مستوى. ابتدت تبان له امارات، لان اول كام ماتش ليه ناس كتير قوي كانت قاعده مستنيه تتفرج من منطلق ان هو يعني مش اي حاجه غير كونه برازيلي بس، فقلنا هنشوف شقلبظات. ولا والفيديوز كمان اللي هو وراها لنا قبل كده انه كان عنده مهارات عاليه وبيرقص وبيعمل. ولكن انا هقول لحضرتك حاجه، يعني انا النادي الاهلي مش النادي اللي هو نادي اللاعب الواحد، يعني فاهم؟ النادي الاهلي طبعًا منظومه لاعب، يعني طبعًا احنا متعودين على النادي الاهلي انت بالظبط، يعني انت نادي الاهلي انت لازم مهارتك تخدم الفريق طبعًا. فهو انا شايف ان هو النادي الاهلي هو الولد جه انخرط جوه الفريق بشكل كويس، عارف ان عليه التزامات او تكاليف دفاعيه او مهام مديها له المدير الفني ان هو يعملها. الراجل بيلعب رقم 10، بينزل في نص الملعب، بيقفل بشكل كويس، بيضغط من قدام، بينزل مع زمايله يساعد دفاعيا، يعني بيقوم بادوار دفاعيه جيده جدا، دور تكتيكي على اعلى مستوى.
ممكن المشاهد العادي يقعد ما يستمتعش قوي بيه، ولكن ليه دور جوه الملعب، دور عالي جدا. انا كحد مهتم بالرياضه او لاعب سابق او عارف التحركات اللعيبه وكم الاهميه بتاعه اللاعب، انا شايف انه لعيب مهم جدا جدا في المكان ده، وفارق مع الاهلي بشكل كويس، وهيفرق اكتر كل ما هيبدا يعدي عليه وقت اكتر. بالظبط، كل ما يعدي عليه هيبدا هو ياخد الثقه اكتر، والمدير الفني يبدا يديله مهام هجوميه اكتر، او مهام يديله شويه اللي هو يبقى فري اكتر، او يديله يعني مساحه ان هو يتحرك بشكل اكبر يعني. لكن هو الولد بيأدي بشكل جيد. عندهم طبعا يعني احمد عبد القادر، طبعا ده برضو من نوعيه اللعيبه المهاريه جدا. الناحيه الثانيه برضو بيكون في طاهر، او بيكون في ايا كان اللي موجود في المكان ده، كان كريم فؤاد المباراه اللي فاتت، وكان تحت منه اكرم توفيق، وكانوا عاملين جبهه كويسه جدا، وجبهه برضو الناحيه الثانيه كان برضو اشرف. ويمكن عوده معلول طبعا هتكون اضافه كويسه جدا جدا، انه لو رجع ولعب النهارده مفتاح لعب جيد، ورجع من كاس عالم وعنده طاقه ومشتاق ان هو يرجع لناديه برضه يحقق معاه بطولات او يحقق معاه انجازات يعني. فانا شايف انه لا، مفاتيح لعب الاهلي كبيره جدا. احنا بس حته اللي انا لسه حاسس ان هم ما بيأدوهاش بشكل كويس، هي حته الاسترايكر او راس حربه الصريح، شريف، شادي، حسام حسن، هي دي بس النقطه اللي انا محتاج اللعيبه يعني معطلين بعض. انت فاهمنا يا كابتن كريم؟ يعني هم معطلين بعض، يعني انا شايف ان هم مش محمسين بعض اكتر. يعني انا شايف انه بيكون شريف موجود في الملعب وشال هم انه شادي قاعد بره، شادي موجود في الملعب وشال هم ان حسام حسن قاعد بره، وكله مركز مع كله. انا عايز الفريق ككل، او بالذات النقطه دي، لان ده مركزي انا كاحمد سلامه، مركزي مهاجم صريح. فانا كنت احيانا احنا بنزل الملعب بنسى ان في حد بره. انا ده دوري انا كمحمد شريف، وده المفروض كشادي حسين، كحسام حسن، ان انا نازل اكثف فرقتي. لازم اقل عدد فرص اكون جايب منه اكبر عدد اهداف. يعني نص فرصه، احنا كان زمان اللعيبه بتجيب من انصاف الفرص اهداف وكانت بتترجم. فانت بيجي لك فرصه، النادي الاهلي بيوصل كتير جدا جدا، يعني النادي الاهلي بيوصل بجد. الفينش هو اللي فيه مشكله. الاهتمام بال يعني الاهتمام بالانهاء، بعمليه الانهاء ده مهم جدا جدا. هم لعيبه جيده جدا، وانا شايف ان انا كمان مستخسر ان واحد بامكانيات محمد شريف مش موجود في منتخب مصر، واحد زي شادي حسين مش موجود في منتخب مصر، واحد زي حسام حسن وكان قبل كده ليه تاريخ كبير جدا جدا مع نادي سموحه برضه مش موجود في منتخب مصر. لازم يبقى في واحد من الثلاثه دول في منتخب مصر كلاعب اساسي. طول عمرنا بنشوف ان اللعيب المهاجم بتاع النادي الاهلي موجود في منتخب مصر لاعب اساسي، وبتحط جنبه اي حد حتى لو محترف. فاتمنى الفتره الجايه يكون حد من الثلاثه المهاجمين الكبار، وانا بقول المهاجمين الكبار لان انا اعرف قدراتهم بشكل كبير جدا يعني. والله نورتنا كابتن احمد، للاسف الوقت بيجري. انا اللي سعيد جدا بس تغطيه وقراءه جميله للمشهد حاليا سواء في المونديال او طبعا محليا مع النادي الاهلي. هنروح فاصل سريع ونرجع عشان سؤال السوشيال ميديا اللي كنا طرحناه على حضراتكم، رايكم لحد دلوقتي ايه في اداء المغرب، وكمان توقعاتكم لربع النهائي. فاصل ونرجع نكمل.